صباح الخير سيدي، وشكرا لتلبيتك دعوة. الله يحفظكم إن شاء الله. شكرا على الدعوة. كما أستضيف كذلك الطفل محمد ماجن صاحب المرتبة الرابعة في مسابقة الروبوت الدولية. صباح الخير محمد. صباح النور، شكرا على الدعوة. العفو. إذن أستاذ رياض عزوز، قبل أن نتكلم عن هذه المسابقة وعن المشاركة الجزائرية فيها، نتكلم عن مركز الروبوت، يعني كيف كانت بداية هذا المركز ونشأة هذا المشروع. الحمد لله، المركز تاعنا هو مركز تعليم الروبوت للأطفال من 5 سنوات ل 17 سنة. بدينا المشروع تاعنا في 2019 عن طريق كونسيرج. بدا المشروع تاعنا الحمد لله الحمد لله بدينا نسمع على ولاية سطيف، وبعد بدينا نتوسعوا إن شاء الله على المستوى الوطني. دوكا حاليا المنهاج تاعنا راهو فيه 12 مستوى، كل مستوى يقراو فيه الأطفال 10 أشهر، يقراو فيه كاين برمجة، كاين فيه تركيب الروبوت، فيه ذكاء اصطناعي، فيه تطبيقات الأندرويد، وينتقلوا من مستوى لمستوى. وكل عام عندهم فيه مسابقات وطنية ومخيمات نديروها في كل عام في دولة، زائد مخيم، لأنه مخيم يروح يتعلم أكثر ويزيدوا يشوفوا منهاج جديد، يشوفوا كما نقولوا احنا يتأقلموا مع أصحابهم، يتلاقوا مع أصحابهم من كوريا من اليابان، يعني يحتكوا أيضا بأطفال في نفس الاختصاص، يدرسوا مع بعضها، ومن بعد نديروا مسابقات عالمية. المنافسات العالمية راح تكون ما بين هذو الأطفال، مثلا يتلاقوا هذو الأطفال مثلا كما المسابقة الأخرى ولا المسابقات اللي كانوا الأعوام الماضية، يتلاقوا في دولة من الدول، كل عام في دولة مختلفة الحمد لله، يعني كل عام نديروها في دولة مختلفة، يتلاقوا الأطفال ثم نديروا منافسة ما بيناتهم، نحدوا شكون الأحسن، يعني ويقراوا الحاجة المليحة بزاف، أنه الأطفال هذو كامل يقراوا بنفس المنهاج، يعني نفس الكتاب نفس الماتريال، ونقدروا هنا نحقوا منافسة ما بين الأطفال، يعني منهاج دولي وفق معايير دولية في هذا التخصص، تخصص الروبوت التعليمي. أكيد منهاج دولي فيها أكثر من 30 دولة، تحطوا على كوريا، تحطوا على اليابان، تحطوا على أمريكا، على روسيا، دول ما شاء الله، يعني فيتنام، كان أيضا إندونيسيا، ماليزيا، تركيا، هذو الدول كاملة متبنية نفس المنهاج نفس الكتاب ونفس حتى الكيت على الأطفال. ومن هنا نقدروا نتعاملوا نديروا منافسة ما بين هذه الأطفال في مجال الروبوتيك. إحنا في المجال تاع الروبوتيك كل مرة يحدونا كيما نقولوا إحنا كما نقولوا احنا اسم المسابقه ولا عنوان للمسابقه، ويحددونا ايضا العناوين تاع المسابقات اللي حيكونوا. قال مثلا السنه راح يكون مثلا على الحرائق، من يشوفونا روبوتات، يعني شروط المسابقه والمحاور التي تتاسس، محاور عده محاور يديروهم هذوك الاطفال، يتنافسوا على المحاور هذيك. كل طفل فاش مثلا اللي كان يدير في مجال الصحه، كان يدير في مجال مثلا الحرائق، كل طفل فاش يقدر يدير الابتكار تاعو ولا يقدر يدير اللعبه تاعو، ويتنافسوا الاطفال هذو كامل، ونقدروا نشوفوا ثم مشاريع تاع اطفال ما شاء الله. يعني تلقى طفل في عمره 7 سنوات ولا 8 سنوات حتى ل 15 سنه يدير لك مشروع ولا يدير لك فكره مشروع، يعني ممكن دكاتره يقعد يتوحد انه الطفل بهذاك الصغر تاع الجسم تاعو، لكن العقل تاعو يكون كبير بالبزاف، يعني يكون ما شاء الله راح يدير لك مشروع. والله لا العظيم كان ممكن حتى اطفال تلقى عندهم افكار تاع مشاريع ممكن تتبناها دول وتحقق نتيجه عالميه. يعني كاين بزاف اطفال عندهم افكار ما شاء الله، خاصه كاين اطفال في مجال مثلا الروبوتيك عندهم في يقدر حتى تكون عندهم حتى براءه اختراع، لو انه تكون عندهم متابعه راح متابعه ومرافقه، يعني راح تكون عندهم براءه اختراع للفكره تاعهم. كاين مثلا اللي داروها في المزرعه الذكيه اللي في 2020 اللي كرمهم رئيس الجمهوريه، داروا مشروع احنا في التقييم العالمي واش كاين عالميا، يعني كان يديو مرتبه اولى ذهبيه، كان فضيه، وكان برونزيه. سنتكلم ايضا بالتفصيل عن هذا التكريم الذي حظيتم به من طرف رئيس الجمهوريه، كان في 2020 ان شاء الله. لهنا كانت ثلاث مراتب، لكن هم واش حصلوا على الماسيه، يعني واش داروا شكون اللي دار ذهبيه برونزيه عالميا كامل، ومن بعد حدوا احسن مشروع من المشاريع هذو كامل اللي دار ذهبيه ذاته الجزائر، وهذا المشروع قد حتى كرمهم عليه رئيس الجمهوريه. يعني الحمد لله كانت لنا فرصه، يعني ولا ما كناش متوقعينها ولا ما كناش نحلموا بها انه نتلاقوا مع رئيس الجمهوريه، انه المشروع يوصل، انه يتكرموا من طرفه شخصيا. الحمد لله يعني كانت حاجه يعني بزاف بزاف مليحه، وهذيك اللي دعمتنا بزاف حتى نفسيا، يعني دعمتنا انه قدرنا كتشجيع من رئيس الجمهوريه السيد عبد المجيد تبون. الحمد لله انه توصل سيد رئيس الجمهوريه ويكرمك شخصيا ويكرم اطفال في عمرهم في 15 سنه، والحمد لله راهم جامعيين اغلبيه، راهم دايرين في تخصصات انفورماتيك الكترونيك، يعني ما شاء الله، وراهم هما من الاوائل، يعني كيما نقولوا احنا ماجور دو برومو في المؤسسه تاعهم، يعني ما شاء الله راهم جامعيين دوكا ما شاء الله. نعم يعني الحمد لله. بالحديث عن هذه المشاركات المشرفه في المسابقات الدولية، محمد ماجن كنت حصلت على المرتبة الرابعة في المسابقة الدولية للروبوت بكوريا الجنوبية، حدثنا عن هذه المشاركة وعن المشروع الذي قمت به.
والله كانت مشاركة صح جيدة، حيث أننا تمكننا من الحصول على المرتبة الرابعة عالمياً، وهذا الشيء يحفزك ويحط الجزائر في مرتبة مشرفة ما بين الدول، سورتو كان دول صعبة ثان اليابان كوريا روسيا بزاف، والحمد لله وفقنا ربي كنا في المرتبة الرابعة مرتبة مشرفة. أما على المسابقة والله كانت أمور وتنظيم جيد جدا. كيف كانت أجواء المسابقة؟ كانت رائعة ما توصف، تنظيم من ناحية التنظيم جيدة، من ناحية المشاركات والدول المشاركة وفقنا الحمد لله. يعني حدثنا عن هذه التجربة خاصة فيما يتعلق بالاحتكاك مع أطفال في نفس التخصص، أطفال كما قال الأستاذ رياض عزوز من كوريا الجنوبية من روسيا من تركيا، يعني دول ربما تختص في الروبوت التعليمي وتمد له أهمية كبيرة مقارنة بالجزائر. هي عندك في الدول الأخرين، عندنا كما أنا شاركت في الروبوت لينكور أم مصنع العوائق وحماية الغابة من النار، وفي هذو الأخرين عندهم هدف كما حماية الغابة من النار. ثان ساعدنا احنا ثان سورتو في موسم الحرائق اللي شاهدناها هذه مؤخرا. هذا الروبوت عنده هو موج سيارة، عنده أبراج تجر إنذار، أبراج إنذار يتبع الخط، نبرمجه باش يتبع الخط، وكتبع الخط عنده مسار يروح يدير أبراج ويبعث هذوك الأبراج، يبعثوا إرسال للمركز مثلا الحماية المدنية كمعنا، يبعث لهم إرسال ويروحوا الموقع هذاك. وهذه عفسة صحة مليحة وفقنا فيها، يعني بالتوفيق في باقي المشوار. محمد أستاذ رياض عزوز، ربما يعني نفرح لما نشوف فيه مشاركات مشرفة لأطفالنا في المحافل الدولية في المسابقات الدولية في تخصص الروبوت وكذلك البرمجة، إلا أنه فيه جانب آخر، فيه واقع يتعلق بالمشاكل العديدة التي تواجهونها في الميدان. أكيد إحنا من بين المشاكل الكبيرة اللي نواجهها هي أنه ما كاش تمويل، يعني من شركات وطنية ولا من شركات يعني خاصة. المشكل الأساسي غياب التمويل. غياب التمويل، لأنه إحنا ذكر أطفال توانا الحمد لله المرة هذه اللي قدرنا نروحوا لكوريا، وكان مبلغ يعني كبير بزاف خاصة للأولياء، قدروا أولياء أنه يتكلفوا به، يعني حاليا ذكر جميع الأطفال اللي شاركوا أولياء تروحهم هم اللي خلصوا لهم، لكن كاين أطفال بالك محسن، كاين أطفال قدرته وحمد الذكاء يعني يستحقون المشاركة أفضل، يعني من أفضل بكثير. وكان أطفال ما شاء الله، إحنا اللي راحوا الحمد لله هم أطفال ما شاء الله عليهم وقدروا يجيبوا نتيجة عالمية والحمد لله، كان الأولياء قدروا يسلكونهم باش يروحوا يعني. أما كان أطفال ما شاء الله في الذكاء في ولكن في إمكانياتهم المادية ما تسمحش باش يتنقلوا إلى دول أخرى. وحنا حاولنا أنه نرسلوا يعني أكثر من شركات ولا وطنية ولا خاصة أنه تمول مثلا الأطفال هذو في مسابقات وطنية أو حتى في المسابقات العالمية، لكن حاليا مازال ما كانش تمويل. نتمنى إن شاء الله أنه مستقبلا يكون كاين إن شاء الله تمويل، وأيضا كما يكون أفضل شركة وطنية أو حتى شركة خاصة ولا شخص أنه يقدر يتبنى حتى المؤسسة، وأيضا نزيد نتوسع رجال أكثر. أعمال رجال ربما أعمال مثلا أو شركات يعني وطنية. أكيد نتوسع على المستوى الوطني أكثر، لأنه حاليا عندنا صح 14 فرع على المستوى الوطني، لكن كين أطفال ممكن نراهم في أضرار، كين أطفال مثلا في الجلفة، كين أطفال محسن ممكن أذكية أكثر، نحبين نتبنى أكبر عدد من الأطفال، حابين نتبنى أكبر، لأنه إحنا المنهج تاعنا الحمد لله منهج عالمي، نقدروا حتى كين مدارس خاصة حاليا راهم داروا معنا إن شاء الله، كين عدة مدارس خاصة اللي تبنت المنهج ودخلته في الـ في الـ في الدراسة لا صفية، وكما نقول حنايا في بلاصة البرمجة ولا في بلاصة كانت الانفورماتيك علم آلي قالوا حصة تاع روبوتيك، لأنه في الروبوتيك رانا نتحدثوا على أكثر من 5 تخصصات، فيها جزء من الإلكترونيك، فيها جزء انفورماتيك، فيها برمجة، فيها ذكاء اصطناعي، فيها حتى تطبيقات أندرويد. حنا كون تشوف في الفيديو كاين أطفال خدموا دي زابليكاسيون صغار. دوك نتحدثوا مثلا حنا من ناحية المنهج أيضا في كوريا، ممكن آخر مرة هذيك رحنا زدنا درنا اتفاقية مع كوريا في مجال انه تطوير المنهج مع الشركه تاعنا ماي روبوتين، لانه الشركه تاعنا بدات زادت دارت اتفاقيه مع مايكروسوفت، شركه عالميه معروفه في مجال تصميم الالعاب الالكترونيه. يعني حاليا كاين قد لعبه يقدروا الاطفال دوك يصممها، هو الطفل في حد ذاته هو اللي يصممها وهو اللي يلعبها، يعني كاين حتى اللعبه تاعها يدير ينجكتها في البروغرام تاعها ويلعب هو اللعبه هو اللي يصممها. هذه اكبر انجاز انه للطفل انه هو يخدم اللعبه ويقدر حتى يمدها للاب تاعه ولا لخوه ولا يقدر حتى يحطها في بلاي ستور، يقدر حتى يبيعها، يعني يقدر ممكن حتى من طفل صغير يقدر يديرها تجاره، ولو كيما نقول احنا يعني ستارت اب صغير، يعني طفل صغير عنده مؤسسه مصغره ويقدر يبني يخدم، لانه ما شاء الله يعني قلت لك داروا
عده احنا جميل يعني ان تكون مثل هذه الافكار يعني في وسط اطفالنا في وسط الجيل الجديد اللي يهتم ربما بصفه كبيره بهذا المجال، مجال البرمجه كذلك مجال الروبوت. خلينا نقول انه في بوادر ايجابيه لهذا الجيل بعيدا عن السلبيات اللي دائما نشوفوها يعني احنا في مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك في حياتنا اليوميه. اكيد احنا الحاجه المليحه بزاف اللي شفناها يعني وشجعتنا بزاف انه بعد تكريم رئيس الجمهوريه الحمد لله الاطفال تاعنا اسمك كيما نقولوا احنا دوك نتمناو كيما نقولوا صراحه جابوا النتيجه يتمناو ان يتقابلوا مع رئيس الجمهوريه ولا مع الوزاره ولا المهم يعني الحمد لله تكون عندهم هذيك الحب هذا. الحاجه الثانيه انه شفنا انه رئاسه الجمهوريه ولا الوزاره واش داروا خدموا الجامعه تاع الذكاء الاصطناعي. الاطفال تاعنا دوك راهي نوجدوا فيها منظك يعني من 5 سنوات هو يقرا في الذكاء الاصطناعي، يقرا في البرمجه، يقرا في التحكم، بيجي يوصل مثلا حتى الجامعه يكون عنده انباز كبيره ويكون شارك في الدول كيما نقولوا احنا كنكرو مشاركات. مش الطفل راح يروح يشارك غير الروبوت تاعو ويروح، راح يتلاقى مع اطفال من اليابان، راح يتلاقى اطفال احنا ممكن تشوفوا الصور تلقوا اطفال مثلا جزائريين تلاقوا مع اطفال من كوريا، تصوروا معاهم تحدثوا معاهم لانه كنت انت عندك اللغه الانجليزيه تقدر تتحدث مع جميع الدول اللي رايتهم تتحدث. ممكن حتى اطفال يبداو لي كونتاكت لبعضهم حتى يبداو يتناقشوا ما بين بعضهم يعني في امور لانه اكيد يعني الاحتكاك مع الاطفال يسمح ايضا تبادل الخبرات في هذا التخصص. اكيد تبادل الخبرات ما بين الاطفال في حد ذاتهم لانه قلت لك الطفل الياباني هذاك راه يخدم بنفس المنهج اللي يخدم به الجزائري يعني يقدر يتبادلوا افكار يعني ما يلقاوش صعوبه في التواصل. لا ما يلقاوش صعوبه لانه نفس البرنامج نفس المنهج نفس كل شيء. اذا حابين احنا ان شاء الله نزيدوا انه يكون نلقاو كيف يتكفلونا بالاطفال الاذكياء ليقدروا يخرجوا ويقدروا مثلا يجيبوا لنا نتيجه محسن في كوريا. وكاين قلت لك حنا المنهاج تاعنا رانا كل مره نديروا له تحديث، كل مره يكون ميزاجور تحديث عالمي حنا نجيبوه للجزائر ونحاولوا ثاني. الاشكال اللي عندنا بزاف ثاني نعانوا منه هو اشكال انه للعلب تاعنا لانه حاليا حنا باش ندرسوا بالمنهاج هذا عنده علب خاصه والعلب هذه نجيبوها حنا من كوريا. دائما نلقاو المشكل تاع الاستيراد تاعها. حنا صح نتمنوا ان شاء الله انه تولي ليكول دير يعني دير تصنيع، لكن حاليا الفتره الحاليه رانا نديروا استيراد لانه لازم نجيبوا هذو العلب لانه كون يخدمنا هذو العلب ما نقدروش نخدموا نهائيا لانه انت دوك عندك المنهاج كمنهاج كبي دي اف ولا ككتب، لكن يعني العلب اللي تخدم بها الطفل يقدر يصمم بها الاشكال جانب التطبيق يعني يغيب يعني يغيب لو ما يحضروش مثل هذا العلب يقول عليهم. اكيد دوك حاليا حنا نعانوا من النقطه هذه حاليا باش نجيبوهم لقينا شويه صعوبات باش نقدروا نستوردوا هذو العلب بالرغم من انه حنا تمنينا انه لانه صح يجيو علب باستيراد لانه نستعملوا احنا مش حنا مستوردين رانا نستعملوا واحد هو اللي استورد لنا حتى العلبه يكون السعر تاعها غالي غالي على الاولياء بزاف. لذا هذا هو الاشكال اللي رانا حنا تمنينا لو انه تكون كاين جانب من طرف الدوله او من طرف المستثمرين انه يقدروا يجيبوا لنا هذو العلب اللي يخدموا بها الاطفال تاعنا وتكون بسعر مناسب لاكبر عدد من الاطفال. يعني كل هالتكاليف على عاتق الاولياء عاتق الأولياء كما قلت يعني العلب الخاصة بتعليم الروبوت وكذلك السفريات يعني الخاصة بالمشاركة في المسابقات الدولية. أكيد هذا هو أكبر مشكلة أنا نعاني منه صراحة. إحنا تمنينا لو أنه تكون كاينة التفاتة هكذا من ناحية العلب ولا من ناحية مشاركة الأطفال لأنه كاينة أطفال ما شاء الله نقول لك نجيبوا المرتبة الأولى كي درناها لمدة 3 سنوات على التوالي درناها إحنا يعني هذه تكون أحسن حال نتيجة درناها أونلاين في 2022 درناها أونلاين في 2020 برمي انترناسيونال 2021 بدر شلال برمي انترناسيونال 2022 برمي انترناسيونال في 3 سنوات الجزائر الاولى عالميا فيها لانه لها اندارت اونلاين ومسموح لجميع الاطفال يشاركوا يعني يشاركوا الاطفال كيما نقولوا احنا اللي ما عندهمش امكانيات وشاركوا الاطفال اللي عندهم امكانيات يزوا يشاركوا. لكن جبنا البرمي انترناسيونال في 3 سنوات على التوالي. سنة كي رحنا لكوريا راحوا الاطفال اللي قادرين عندهم مستوى ما شاء الله اذكياء كل شيء لكن كاين اطفال محسن كان أطفال أفضل بكثير لكن ما سمحت لهمش الفرصة أنهم يروحوا. هذا أكبر مشكل اللي قلت لك رانا نعانوا منه. إن شاء الله إن شاء الله نقول إن شاء الله فيها. للأسف نتمنى أن إيجاد حلول لهذه المشاكل ربما تبني هذا المشروع من طرف رجال أعمال أو مؤسسات وطنية هنا في الجزائر. نتكلم أيضا عن يعني كيفية التحاق الأطفال بمركز الروبوت الخاص بكم. سبق وقلت لأنه البداية كانت بولاية سطيف. أكيد أنا أول فرع اللي كان لنا كان عندنا في ولاية سطيف من ثم انتقلنا لهنا المحمدية في الجزائر العاصمة وفتحنا فرع ثاني في باب الزوار وبعد بدينا على المستوى الوطني. كاين مؤسسات مثلا هي تكون تقري في مجال مثلا في اللغات ممكن نديروا معهم شراكات وكاينه وين تبنات مؤسسات كيما نقولوا احنا في غردايا في ولايه مديه في سكيكده تبنات مؤسسه خاصه مدرسه خاصه تقري هي طول السنه الاطفال تروح يقراوا طول السنه لانه قلت لك منهاج تاع 10 اشهر لكل سنه يعني من 5 سنوات ولا 6 سنوات يقدر يقرا عندك حتى 17 سنه تقدر حتى تتبناها الدوله في المنهاج تاعها تتبناها تديروا في الصفي ولا في الدوله في المؤسسات. كانت في ربما اقتراحات للوزاره
وزارة التربية ربما لتبني أكيد. هذه الفكرة؟ أكيد إحنا درنا عدة مراسلات، يعني درنا مراسلات وعدنا يعني كل الوثائق، مراسلات الوزارات، مراسلات الأخرى، أنه يتبنوا الفكرة، أنه يتبنوا المشروع، أنه على المستوى قال حتى في ما يكونش المؤسسة الخاصة يقدر يكون في المؤسسة مش مؤسسة وطنية، يقدر يكون في المؤسسة الخاصة، لكن حاليا مازال ما كانش يعني ردود يعني اللي تحفزك وين تقدر تزيد أكثر. هذه هي الإشكال اللي راه صاير. مي الحمد لله، يعني الحمد لله أن الأطفال تبعنا كل عام يجيبوا لنا نتيجة، كل عام يشرفينا. لا الحمد لله، يعني والله من بدينا من 2019 ها 2019 احنا بدينا، قلت لك من كل عام نجيبوا نتيجه البريمير انترناسيونال، بريمير انترناسيونال، بريمير وسنة دوزيام. جا طفله في عمرها 7 سنوات جابت 2 جوائز، جابت الثانيه عالميا هي الحاج ليلى الحاج نوريه، ثانيه عالميا وجابت الثانيه جائزه، ثالثه عالميا، وكان اختها الحاج ليلى اللي جابت الثانيه عالميا هي ورحاح لها سجود فاش في المشروع الابداع، مشروع الابتكار، بحيث انه داروا لهم ايماجيني راكيت نفسي مع دول كوريا اليابان روسيا امريكا، راهم دول ما شاء الله كل دولة يعني في إمكانية أكيد. ربما لتبني مثل أفكار وتجسيدها على أرض الواقع. أطفال جاءوا من كل الدول دير بين اختراعات ابتكارات، إماجيني أطفال جزائريين جابوا المشروع تاعهم ويكلاسوهم الثانيين عالميا. يعني مش حاجة للنتيجة اللي رأي نتائج جدا مشرفة للأطفال الجزائريين في هذه المسابقة. أعود إليك محمد مهجر، متحصل على المرتبة الرابعة في مسابقة روبوت التعليم العالمي التي جرت بكوريا الجنوبية، ربما حدثنا عن كيفية التحاقك بهذا المركز، يعني بداياتك كيف كانت حتى نشجعوا الأطفال يعني يشاهدوا فينا اليوم. هي البداية تاعي مع المركز هي أنه الوالد تاعي متواصل مع المركز الشيد رياض عزوز ماثيماتيك وياني بابا في نفس المجال، مجال الروبوتيك والبرمجه، وانا فاهم من صغري حبيت ثن التحاق بهذا، تسمى من صغري نخلط ونحوس نفكك. يعني حتى قبل التحاقك بمركز الروبوت عندي كان عندك رغبه في دخول هذا المجال. وبالتواصل مع الشيخ رياض عزوز تواصلت معاه، دخلت الحمد لله عندهم مجال في الروبوتيك وتطبيقات الاندرويد والذكاء الاصطناعي، وهذه ثان حاجه نسحجوها في الجزائر، ثان اسس لها رئيس تبونا جامعات خاصة أكيد، خاصة مع تشجيع الدولة لمثل هكذا ربما تخصصات جديدة وحديثة تخدم قطاع التعليم العالي، قطاع التربية، وكذلك قطاع الصناعة للنهوض بالاقتصاد الوطني يعني عامة. نعم هذه تساعد في القطاع التجارة الصناعة. وبالنسبة للالتحاق ثاني قررنا عن مجال عن عندنا بزاف نقراهم، عندنا في البرمجه عندنا نقراوا 10 اشهر يقرا يتمدرس فيها الشخص 10 اشهر، ومن بعد ديك عندنا ثاني بالنسبه اذا محمد كذلك امر اليك استاذ رياض عزوز، لما نشوفوا انه فيه اطفال جزائريين يرغبون في الولوج لهذا المجال، مجال الروبوت التعليمي، هل فيه ربما فئات عمرية محددة يمكن لها الالتحاق بالمركز، أم أن العمر يعني يبدأ من العمر من السنة الخامسة كما قلت؟ كده احنا ندوم على أطفال من 5 سنوات. أول ما يجيوا مثلا أطفال عندهم يديروا حصة مثلا مجانية في الكور، احنا هنا نشوفوا الطفل الرغبة تاعه للروبوتيك، حتى الأولياء يلاحظوا اسكو الابن تاعهم راه عنده رغبة في الروبوتيك ولا لا. اوكي احنا يجيوا حصة يجربوا يشوفوا مدوا له العلبة مدوا له ويشوفوا الإبداع تاع الطفل اسكو راه عنده إبداع اسكو من 5 سنوات حتى ل 17 سنة. يعني أنتم تقيمون ربما الردود فعل الأطفال لما يشوفوا العلبة، علبة الروبوت التعليمي. أكيد كيشوف العلبة الروبوت التعليمي عنده المنهاج، عندنا مثلا الاختبار اللي مدوه له للطفل ونشوفوا الرغبة. إذا كان الطفل يعني يحب المجال هذا أكيد راح يبدأ. نهضروا مثلا على الطفلة تاع 2021، الطفلة بدروح شهلة، الطفلة بدروح شهلة في عمرها جات في العمر تاعها 16 سنة دخلت المؤسسة، كان الأب تاعها دائما يقول لنا اسكو زعما راح تكون نتيجة يعني الطفلة يعني لأنه يعني ربما التحقت متأخرة بالمركز. قال مثلا اسكو تقدر تجيب نتيجة اسكو، كان شوية هو لأنه مسكن يسكن في بيضة برج وحنا في سطيف، يعني كان يجيبها كل جمعة، كل مثلا يمشي بها على الأقل ساعتين يوميا يجيبها وبعد يعود يرجعها، وبعد قلنا اسكو تكون، احنا قلنا نتكل على الله، ما تدريش الطفله كانت عندها رغبه كبيره ما شاء الله في المجال، كانت ما شاء الله جابت الاولى عالميا في 2021،
راك يعني تيماجيني انه طفله في عمر 16 سنه دخلت مده سنه واحده تجيب الاولى العالميه اللي جابت دارت اللعبه تاع اكس او بالذكاء الاصطناعي. يعني ما شاء الله دوك حاليا ربي يحفظها ان شاء الله راهي في الجامعه راهي ملي ماجور دي برومو في الجامعه راهي ما شاء الله طفله يعني حققت نتيجه بحيث انه الانسان ما يقولش انه طفل بالك ما عندوش نجرب نشوف جرب مدة سنة ونشوف الطفل اسكو عنده ابداع اسكو عنده ابتكار اسكو ولا احنا تكتشف الطفل قابلية للابتكار والاختراع أكيد. كذلك اكيد لانه الطفل ما تقدرش تعرف كان اللي يقول لك بالك انا طفل تاعي ما عندوش ميول للحاجات جربوا انا مدة سنة ولا شهرين ولا ثلاثة اشهر ونشوف المجال تاعو ممكن راح يبدع. كاين اطفال جاونا كما طريقة شوف محمد كان اللي يجيبوا الاب تاعو برك يقول لك فوالا الطفل تاعي ولا غير عشت باللي يشتي يدير كيما نقول احنا خانتش يشتي يخدم هكذا الحوايج يقول لك نجرب ترى ونشوف. كان يجربوا شهر شهرين يلقى الطفل عنده ابداع كبير يلقى عنده مجال الله يبارك يعني يعطوا له علبه يخترع لنا حوايج يقول لك يدير لنا افكار احنا والله غير نقعدوا نتوحدوا يعني ما شاء الله كان اطفال يخترعون يديروا لنا ابتكارات. احنا تمنينا ثاني انه نديروا الاتفاقيه مع لي نابي باش نقدروا نديروا الاطفال تاعنا كي يديروا اختراع ولا ابتكار انه يسجلوه باسمهم على الاقل الطفل ما يجي يكبر مثلا يكون في عمره 9 سنوات يبدا الابتكارات ما يجي يوصل 17 سنه يكون عنده 3 أو 4 اختراعات ممكن براءات اختراع كما تحطوا لانه الاطفال تاعنا الاغلبيه احنا نشجعوهم بزاف بزاف من نعطوا له مثلا كما البروفيسور كمال تومي نعطوا له مثلا كما البروفيسور كحبه بالقسم حبه يعني قدوه لهؤلاء الاطفال نقول نشوف الاطفال تاعنا واش يقدروا هذو المخترعين تاعنا واش يقدروا يديروا نتيجه والحمد لله دائما نتمنوا انه يكونوا كيفهم وما احسن ان شاء الله لانه عندنا عندنا مدام الاطفال تاعنا ولا هذا الله يبارك كما البروفيسور لي دو بروفيسور وكان مكثر كان حتى من اليابان كاين ما شاء الله غير توفر له برك الماتريال توفر له الامكانيات امكانيات لازمه يعني لتطوير امكانياته ديال ما شاء الله ما شاء الله نتكلم ايضا استاذ رياض عزوز عن نقطه مهمه نفيها اغلب اطفال الجزائر مدمنين على الهواتف النقاله على المحتوى غير الهادف خلينا نقول ما فيش ربما محتوى يفيد الطفل سواء في مسيرته الدراسية أو في حياته اليومية. السؤال اليوم كيف نوجه أطفالنا نحو هذه التخصصات يعني المفيدة مثل الروبوت التعليمي؟ أكيد من الأحسن يعني أنا نوجه يعني نداء الأولياء أن الطفل يعني خاصة يكون يشتي بزاف يخدم بالتليفون بالهاتف ولا بالابليكاسيون مثلا بالطابلت من الاحسن انه الاب تاعو ماشي يروح ينحيه مباشره ويقولوا لا وتا الاخر وظل في التليفون لا يدخلوا مثلا في هذو لي زيكول اللي يديروا مثلا بالابليكاسيون اندرويد اللي يخدموا التطبيقات اللي يخدموا الالعاب بحيث انه الطفل ما يقعدش منه جاي غير يلعب وخلا يدير لعبه ويركب ولا يدير مثلا يتفرج في الفيس ولا يتفرج في اي مواقع واش ولا يدير يولي الطفل مدمن على واه على التركيبات على الابداع تاعو الابتكار يولي الطفل عنده الحاسوب تاعو يولي يخترع اون بليس دو سا هو كي يدير في ابتكار مثلا يدير ابليكاسيون ولا يدير لعبه ومن بعد واش يدير شوف صاحبه دار محسن منها يولي يحاول يتنافسوا صاحبه ومن بعد واش يديروا هذو لي ابليكاسيون يوليو ينافسوا يابانيين ولا كوريين ولا يولي واش يدير الطفل دائما اللي عنده الابداع دائما يحب يبتكر يحب يبدا. كانوا جاو عندنا اطفال يعني من صيف وكان طفل منهم الحمد لله كرمه رئيس الجمهوريه شخصيا كان الاب تاعو هو في المجال الالكترونيك في مجال الالكترونيك لكن الطفل ماهوش مهتم بالمجال تاع الالكترونيك ولا كان ما يحبوش اصلا والله ما يحبو نهائيا لكن نهار جابوا سجلوا معنا الحمد لله قلنا الاب تاعو الحمد لله تحسيت وتغير 180 درجه ولا طفل يحب الالكترونيك ولا يركب لانه الاب تاعو اصلا تاجر في يعني في تاثيرات عديده على هذا التخصص يعني بالنسبه للدراسه دراسه الطفل وكذلك في الحياه اليوميه في تاثيرات ايجابيه عديده لهذا لانه الحمد لله المنهاج هذا انا قلت لك منهاج عالمي راه تستعمله اكثر من 30 دوله و30 دوله ما شاء الله في المجال هذا معتمداته حتى كلي معتمداته كيما روسيا معتمداته في المنهاج التعليمي الخاص يعني في المؤسسات العموميه تاعها معتمداته لانه هما عندهم وقع في روسيا لانه درنا كونفونسيون جديده حتى مع روسيا في مجال واحد في مجال البرمجه العصبيه وعلنا عليها اكثر من مره لكن الله غالب ما قدرناش نجيبوا الماتيريال تاعها. هذا واش هي كان واحد لي زون يركبوه مع المخ على المخ تاعهم واش هي يولي يتحكم بالروبوت عن طريق المخ ما يبقاش يتحكم فيه عن طريق تيليكوموند واش يدير يبرمج بلي زون تاع راسه كيما يخمم مثلا يفكر انه الروبوت يمشي افو ولا الروبوت يمشي ادروات ولا اغوش ولا يخمم برك الروبوت هذاك ينفذ عن طريق هذوك لي زون يقدر حتى يتحكم كيما نقولوا احنا في صاله كيما يشعل الضوء ولا يطفي ولا يشعل الكليماتيزر ولا يطفي كلش عن طريق لي زون عن طريق المخ بدون اي حركه. كان حتى عندنا الفيديو تاعو عندنا حتى كيفاه تخدموا ورحنا لتركيا المخيم الاخير اللي درناه في تركيا اللي كانت ثاني اول طفله جزائريه تركب هذا كيما نقولوا احنا تركب لي زوند هذا في راسها وتخدم بهم اللي كانت راح احلى سجود ريتاج اول طفله جزائريه تستعمل هذا تستعمل البرمجه العصبيه مع روسيا
استعملناها في 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 تركيا وكللت التجربه بالنجاح. اول تجربه واول طفله جزائريه دارتها، وكنا درنا في صفحتنا اللي هي نيو جيت روبوت، درنا المجال هذا ودرنا المخيم ودرنا حتى الطفله كيف جربت وكيف دارت مع روسيا كيف تتحكم في الروبوت عن طريق الدماغ تاعها. يعني ما شاء الله كاين عندنا ماتريال وعندنا لغه ما شاء الله، بصح الاشكال انه باش نقدروا نستوردوا. احنا صح احنا ضد، ما نكذبش عليك احنا ضد الاستيراد، ماذا بينا احنا نديروا احنا الاقتصاد تاعنا، لكن حاليا الفتره تاعنا اوبليغاتوار لازم نستورد الماتريال تاعنا. من بعد احنا ان شاء الله كي يشوفك مثلا الشركات هذو العالميه تشوفك باللي راك بيع باللي راك تقدر تسمك، نقول احنا عندك الاولاد عندك بحيث انه تقدر تعطيك لوكي انه تخدم المصنع تاعك هنا في الجزائر. قعد عندك مشني احنا حابين، احنا تكلمنا مع كوريا اخر مره انه ماذا بينا نتوسعوا مش غير على الجزائر، ماذا بينا نتوسعوا على افريقيا، لانه احنا عندنا دوكا لاغريمو من الاعتماد تاعهم على مستوى افريقيا كامل، نقدر نتوسعوا لتونس، نقدر نتوسعوا للمغرب، نقدر نتوسعوا في افريقيا كل، لانه هذا المجال مش محصور قال غير في الجزائريين ولا الياباني، الدوله الوحيده في افريقيا ولا في العرب اللي راهي مديره هذا المنهج هي الجزائر. هي الجزائر هي الدول الاخرى كل كامل تلقاهم روسيا اليابان كوريا جميع الدول، لكن الدوله الوحيده في العرب وفي في افريقيا هي الجزائر. ماذا بينا نتوسعوا اكثر، ماذا بينا نروحوا سيدي حتى مش قال غير افريقيا، نروحوا حتى الدول مثلا كما الاردن كما توسعوا، لانه احنا كنا لقينا ممكن مستثمرين وين يقدروا يمشوا معنا. احنا مع كوريا قال لك ما عندناش مشكل، تحبوا تحكموا انتم تكونوا ممثل رسمي تاع الوطن العربي ولا مثلا ممثل رسمي على مستوى العالم، ما عندهمش مشكل، ما مشي يقول لك اخدموا احنا نعاونوك. هذه الحاجه المليحه فيه من ناحيه المنهاج كل مره يمدونا جديد، التحديثات كل مره تكون الحمد لله. اخر مره درنا اخر تحديث اللي قلت لك داروها مع مايكروسوفت بحيث انه داروا الالعاب جديده اللي راح تكون، ولا كيما نقول احنا التركيبات اللي راح تكون جديده كل مره. احنا دوكا كون نشوفوا في الصور تلقاو احنا، لانه احنا كنروحوا لكوريا الاطفال يكونوا يديروا في المسابقات، وكان الطفل هذا معايا احنا نديروا اجتماع خاص، نديروا اجتماع مع أعضاء، لأنه الجزائر كان عدد الدول المشاركة هي 30 دولة، لكن الأعضاء تاع الاتحاد العالمي هو 14 دولة. هذو 14 دولة هم اللي حدوا مثلا العام الجاي تكون مسابقة، شروط المسابقة في السنوات المقبلة أكيد، ونديروا حتى دراسة حتى احنا نقراو احنا هاد الناس يعطيونا كمكونين يعني في هذا المجال، نديروا تكوين، لأنه هذا البروفيسور والسيد هاري روح والبروفيسور الدكتور ثاني كيم جون هما اللي يديرون هذه المحاضرات ويعاودوا هان فوالا هذا الزوج جميل فوالا، يعاودوا يعلموك يعاودوا يقريونا في المجال واش كاين جديد واش كاين ميزاجو جديد واش كاين تحديث جديد. نعم في الختام محمد ماجن، ما هي طموحاتك المستقبليه في مجال يعني الدراسه، يعني ما هو التخصص التي ترغب او الذي ترغب في دراسته، وما هي المهنه التي ترغب في ممارستها مستقبلا؟ هي مستقبلا انا العام الجاي عندي بكالوريا ان شاء الله، ان شاء الله ربي يوفقني فيها، وان شاء الله جميع واحد في البكالوريا ان شاء الله ربي يوفقه. بالنسبه للتخصص والله كان حلمي الطب، وماذا بيا ندخل الروبوتيك والبرمجه هذه مع في الطب ان شاء الله تعاون بزاف شفتوا في الطب حاجه معقده، ومادام الروبوتيك كاين تما يسهل لك امورات وان شاء الله ربي يوفقنا فيها. كل التوفيق لك محمد ماجن، كذلك الأستاذ رياض عزوز، أتمنى لكم التوفيق في هذا المجال وهذا التخصص. إن شاء الله يا رب، إن شاء الله ربي يقدرنا أنه إن شاء الله نتوفقوا حتى نوفقوا مع الأطفال توعنا كامل إن شاء الله، ونتوسعوا أكثر على المستوى الوطني، وتكون عندنا نتيجة إن شاء الله كل عام نجيبوا النتيجة إن شاء الله الأولى، وإن شاء الله يكون أفضل أفضل قدام إن شاء الله. إن شاء الله. إذن مشاهدينا